Está ido muy bien, ¿eh? Uh-huh. O sea, qué mal. ¿No? Esto va a ser muy difícil. Vale, vale. Horrible el beso. Dios. Tú cállate y bésame. Vale. Esté fatal. Fatal. Está espectacular. Gracias. واخيرا نتفليكس غادي تخرج واحد الفيلم ديال افاتار. باقي ما متاكدينش واش فيلم او مسلسل، مي غادي يكون نفس القصه ديال الرسوم، وهاد المره باش مزيانه على حساب التيزر اللي شفت، هما تبينوا بلي غادي يديروا نفس الهيت ديال الرسوم، نفس الموسيقى 90% غيخليو نفس ليستوار، غادي يخليو يعني ما غاديش يبدلو بزاف، حيت ديجا كلا يقولك وارا ديجا كاين افاتار فيلم وي كاين، مي كانوا بدلو فيه شي لعيبات وجا الفيلم شوية بعيد على الرسوم، يعني دارو داك الفيلم خدو منو داك الباور وي خدو لي بيرسوناج، ولكن ما تعمقوش في هداك الشي، يعني حتى الرسوم الحلقات اللي فيه تتعمقو ليك في كل باور، كل واحد كيفاش كيقدر يتحكم في الباور ديالو يعني. خصوصا هادوك لي ميتخ لي فيه، يعني في كل خطرة تنشوفو هذا ميتخ دو فو، هذا ميتخ ديال شي لعيبة، وهنايا فين كاين الاختلاف بين الفيلم اللي شفنا قبل ديجا وهذا اللي يلاه غادي يخرج من التيزر تيبان البلان. لي بيرسوناج والتمثيل باقي ما عرفتوش كي غيكون، مي الا ما تيبان في التيزر هذاك الشيء مزيان، دونك نقدروا نعطيوه 9/10.